نيسان عرضت فيديو رائع بتعرض فيه عملية التصنيع اليدوية لموتور موديلها الرياضي جي تي آر 2017 اللي قدر يثبت جدارته في الفئة الرياضية منذ بداية ظهوره في 2007 لغاية دلوقتي. المهندسين المتخصصين اللي بينتجوا موتور العربية يدوياً شركة نيسان بتسميهم تاكومي، وهم بيقوموا بعملية صعبة جداً ومعقدة عشان ينتجوا الموتور اللي بيضم 6 اسطوانات على شكل حرف V وفي نظام تربو ثنائي، وكل موتور بيتصنع تقريباً في 6 ساعات.